الشغل من الحاجات الأساسية في حياتنا، ستات وبنات كتير جدا جدا بيبقى نفسهم ان هم يشتغلوا ويحققوا أحلامهم، يحققوا طموحهم، يحققوا حتى نفسهم، وفي منهم ما بيبقوش عارفين ان هم يشتغلوا أو يعملوا يحققوا طموحهم ده، لأن هم بيبقوا عندهم مسؤوليات في البيت، فبيبقوا عايزين يشتغلوا من البيت، لو يقدروا يشتغلوا من البيت يشتغلوا من البيت. طيب هما ما بيبقوش كمان عارفين يسوقوا لمشروعاتهم اللي هما بيعملوها من البيت، طب يعملوا ايه؟ يتصرفوا ازاي؟ ازاي يرتبوا او يعني يقسموا وقتهم ما بين الشغل والبيت، ولو بيشتغلوا من البيت ازاي مشروعهم ده ينجح ويعرفوا يسوقوا له بشكل مظبوط؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفتنا اللي منورانا، خبيره التسويق مي سامي. اهلا وسهلا بيك يا مي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه حبيبتي، منوراني حبيبتي، منور بيك. في البدايه يا مي كنت عايزه اعرف، وستات وبنات كتير اكيد عايزين يعرفوا، ازاي نقدر نلاقي شغل كويس من البيت؟ اوكي، بصي، الشغل الفريلانسنج عموما دلوقتي بقى ترند قوي، خصوصا في الجيل اللي هم بعدينا بتاع الالفينات ده. في اكتر من طريقه تقدري تلاقي بيها شغل كوظيفه اوكي ثابته من البيت. اولا الجروبس بتاعه الفيسبوك حسب التخصص بتاعك، يعني لو انت مثلا بتعرفي تعملي ديزاينز، بتعرفي تكتبي محتوى، بتعرفي تعملي داتا انتري، بتعرفي في يعني فيكنسز كتير قوي على جروبس مختلفة على الفيسبوك، تقدروا ان انتوا تسيرشوا على الفيسبوك بالاسم الجوب بتاعتك، هتلاقي ناس كتير قوي بتنزل انها محتاجة ان حد يعمل لها الشغلانة دي. في ناس تبقى عايزاها فريلانس اللي هو يعني باي بروجكت وقت وخلاص خلصت، في ناس تبقى عايزة تهاير حد فروم هوم لان ده كوست وايز بيكون اقل من اني اهاير حد جوه الشركة، بيبقى سعره اعلى. فدي طريقة. في طريقة تانية انه في ويب سايتس بس بدون ذكر اسماء يعني معروفة جدا جدا، ممكن نبقى ننزلها لهم في كومنتس او حاجه، يقدروا ان هم يدخلوا يعملوا عليها بورتفوليو بالشغل بتاعهم بسابقه اعمالهم، والناس بتطلب من خلالها مثلا عايزه حد يعمل لي شغلانه كذا والفيز بتاعتها قد كده، وتخش هي تابلاي على الجوب دي وبيخش كذا حد معاها، واحسن سعر واحسن كواليتي شغل هي اللي بتتقبل. فالطريقتين دول سهلين جدا جدا، خصوصا بتاعت الفيسبوك اسرع اوكي، تقدري ان انت تلاقي بيهم شغل من البيت. هل بتاع الويب سايت ده هل هو حقيقي؟ لان معظم الناس اللي عليه سي اي اوز، يعني مش حد عادي. لا لا ازاي يعني؟ لا في لا في بصي، اول انت بتتكلمي عليه ده اصعب واحد. في حاجات تانية اهدى شويه وعربيه يعني مش اجنبيه. طب كويس. بتقدري ان انت تلاقي من خلالها اسهل، بس هي بس في حاجه، الناس فاكره ان انا النهارده هحط البوست هجيه شغل النهارده. لا لا، محتاج صبر طبعا. احنا محتاجين صبر ومحتاجين ننزل كتير ونشتغل على نفسنا كتير ونقدم مره واتنين كانك بتقدمي على وظيفه عاديه جدا. هل انت اول ما بتقدمي تتقبلي؟ لا طبعا خالص. عامه التقديم ده اكسبيرينس، يعني انت بتاخدي اكسبيرينس، انت هنا ليه اترفضتي؟ ليه ما حدش كلمك؟ طب احسن من ده. واتفرجي على الناس اللي بتقدم اوريدي لانها كلها اونلاين، فتقدري تشوفي بورتفوليوز الناس الثانيه وعدلي من نفسك، يعني حسني من البورتفوليو بتاعك لحد ما توصلي للليفل ان حد يقبلك فيه. فهي بس الحكايه محتاجه شويه سعي وصبر مننا، ما نبقاش مستعجلين. طبعا اكيد. طيب بيكون مضمون الشغل اونلاين؟ وخاصة بقى لو هتاجر، يعني في دلوقتي بنات تقول لك تجيب برودكتس او بضاعة من بره، ايا كان بقى لبس، مستحضرات تجميل، ايا كان، وتباعها اونلاين. ده مضمون؟ مضمون ان انا اعرف اخد فلوسي من العميل؟ مضمون ان انا اعرف استلم اوردري مظبوط من البلد اللي انا طالبه منها؟ يعني كده شغل اونلاين بشكل عام يعني. خليني اكون يعني فيري اونست، هو مفيش حاجه مضمونه، يعني مفيش حاجه جرانتد 100%، بس طبعا لو في انت عندك استراتيجي واضحه وعندك انت بتتعاملي مع جهات معروفه، مش جايبه ويب سايت ما حدش يعرفه ما بتعملش معاه واقول اشتري من عليه وهو في بلد تانية ومفيش حاجه تحكم الموضوع واقول انا اضمن حاجتي، لا طبعا في ويب سايتس معروفه لو انت هتجيبي لبس مثلا من بره او كده، معروف ان هي بتوصل لمصر وغير مصر لو انت خارج البلد، يعني تقدري ان انت تتعاملي معاها. ما تروحيش لحاجات مش معروفه، لازم تعملي ماركت ريسيرش بتاعك كويس، تتاكدي ان الجهات دي اتعاملت مع ناس قبل كده وقدمت السيرفيس بشكل كويس. ففكره ان هي جرانتد على اونلاين، اساسا الاكونتس بتاعتنا دي يعني كلها مش جرانتد 100%. عارفه ناس ممكن تتخض، ممكن حد يدخل يعمل هاك خلاص. يعني احنا اونلاين، اي حاجه على الانترنت اللي يقول لك السكيورتي بتاعتها 100% بيضحك علينا، لان كل حاجه اكسسد، كل حاجه متشافه، كل حاجه معروفه. طب هل في طريقه بقى اقدر امن نفسي بيها على قد ما اقدر؟ اكيد. ما قلنا ما فيش حاجه فيها 100%، بس ازاي اقدر امن نفسي ان انا ما يتنصبش عليا، ما يسرقش مني فلوس، بضاعتي اللي انا طالباها دي تجيلي زي ما هي؟
زي ما قلت لك بنتعامل مع جهات معروفه وناس قبل كده اشتغلوا معاها وعليها ريفيوز كويسه ابدا ان انا اشتغل معاها. لازم اعمل زي كونتراكت مع الجهات دي ان انا هاخد منك كذا، ما في حاجه اقدر ارجع لها. واعرف لازم بيبقى في مكتوب في الكونتراكت لو حصل مشكله انا اتوجه فين ولا اعمل ايه. لكن ان انا اجيب ويب سايت اعمل سيرش اجيب ويب سايت واعمل اوردر من عليه واقول حاجه ما جاتش ليه، طب ما انت ما عملتيش الهوم ورك بتاعك كويس. فلازم تبقي مذاكره المكان اللي انت هتجيبي منه، فدي اكتر حاجه نقدر نعملها. وفي كونتراكت طبعا. طب انا فتحت بروجكت او عملت بروجكت جديد اونلاين ولسه ما عنديش ناس كتير تعرفني ولسه ما خدتش الثقه بتاعه السوق زي ما بيقولوا بيع وشراء وكده، ازاي اقدر اعزز ثقه الناس فيا انا كشخص بديهم منتج او بديهم سيرفيس ايا كانت ايه هي؟ ازاي انا لسه ما فيش عليا اي ريفيوز؟ لما بتسال اي حد يقول لك ما نعرفوش، ازاي اقدر اجذب الناس لمشروعي الجديد او يثقوا فيه ويثقوا فيا؟ هقول لك انا عملت ايه. ماشي. يعني انا اول لما بدات اي بروجكت عندي عملت ايه؟ لما بتطلعي تكلمي الناس بنفسك الناس بتحس انت اونست ولا لا، بتحس انت حقيقيه، المنتج بتاعك ده فعلا كواليتي ولا لا، بيشوفوا خبرتك من خلال كلامك على البراند بتاعك، بيتاكدوا ان انت واثقه في المنتج اللي انت بتقدميه، ذن بياخدوا الخطوه اسرع بكتير من ان انا اطلع المنتج لوحده. فكره ان احنا نعمل براندنج للبراند بتاعنا بشخصنا اللي هو البيرسونال براندنج وابقى انا جزء من البراند بيأثر مسافه فوق ما تتخيلي وبيسرع. لانه طبيعي انت ما هتشوفي بني ادم هيحصل زي فيلينجز، لان خلينا نكون واقعيين البني ادم عاطفي مش عقلاني. هل احنا بنشتري هدوم عشان احنا محتاجينها؟ مش دايما خالص. لا خالص. انت لو فتحتي ده انت عندك كل حاجه، بس انت بيتباع لك فكره اللون ده ترندي، الشميس ده لا انا محتاجاه عشان لو لبسته على البنطلون ده هيبقى احلى. بالظبط هي نفس الحكايه. النهارده انت بتخلقي عندي بالمنتج بتاعك رغبه معينه انا مش النيد فيه، انا مش محتاجاه، بس انت بتخلقي الرغبه من كلامك عنه ومن احساسك بيه ومن ان انت قد ايه مصدقه المنتج بتاعك. ده بيفرق جدا مع الكلاينتس خصوصا على السوشيال ميديا. فده اقصر طريق. كلمي عن المنتجات بتاعتك بنفسك، ويا سلام لو عملتي ستوري تيلينج كونتنت اللي هو انا خدتكم بقى من بدايه صناعه البراند ده لاستيراد الحاجه لو انت يعني هتستورديها لحد الحاجه ما جت لحد ما بدانا نقسمها لحد ما صورتها لكم. فالناس عاشت الجيرني دي كلها، فهتلاقيه بمنتهى السهوله قدرتي تبيعي حاجتك. يعني انت شايفه ان من افضل طرق التسويق انه اطلع بنفسي واتكلم عن المنتج بتاعي، هل في طرق تانية برضو طبعاً كويسه للتسويق بيها اقدر اوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين او الناس؟ طبعا طبعا في طرق كتير، دي اقصر طريقه بس واسهل طريقه. الطريقه اللي بعدها لو انت مش قادره تتكلمي بنفسك تقدري تستعيني بانفلونسرز في مجالك او في مجال الحاجه اللي انت بتبيعيها. الانفلونسرز ماركتنج او البلوجرز عامه بيعمل براند اويرنس سريع جدا، بيخلي البراند بتاعك يتعرف بسرعه جدا. هتقولي طب كوستي وبياخدوا فلوس كتير؟ لا مش كلهم بياخدوا فلوس كتير، ومش لازم نروح للانفلونسرز اللي هم الميجا او الكبار قوي. لا ممكن اللي هم اقل شويه، لانه بيبقى عدد الفولورز عندهم يعني متفاعلين معاهم جدا، لان هم بيبقى عدد قليل، هم بيبقوا في الاول مهتمين بالموضوع قوي والانجيجمنت عندهم بيبقى عالي. فممكن تروحي لحد يكون عنده مثلا 50,000 100,000 وهيتعامل معاكي وهيبقى الكوست وايز يعني سعره كويس بالنسبة لك، تقدري تبدأي معي. دي طريقة من الطرق الانفلونسرز ماركتينج. تقدري ان انت تعملي ادز على المنصات نفسها، دي برضو اعلانات. بس قبل كل ده المحتوى، بليز يا جماعة المحتوى هو البطل بتاع الحكاية. لو عندي فيديو حلو وعملت ونزلته اورجانيك هيروح فايرل من غير ما ادفع ولا اعلان. لو عندي فيديو وحش ودفعت عليه 100,000 جنيه ولا مليون جنيه محدش اهتم بيه ومش هيعمل لك السيلز المطلوبة. فأهم حاجة صناعة المحتوى، دي يعني الكي بتاعت نجاح اي بروجكت دلوقتي على السوشيال ميديا. لان الناس بقت اديوكيتد كفايه، بقى عندها الوعي الكافي انها تعرف ان الفيديو ده حلو ولا لا. بقينا خلاص كلنا مطلعين، كلنا في ايدينا موبايلات. كميه الرسائل الاعلانيه اللي بيتعرض لها البني ادم يوميا رهيبه بتطلع لها من كل حته. بالظبط. انت وانت ماشيه في الشارع وانت ماسكه موبايلك وانت طول الوقت. فانا ايه اللي هيميزني؟ ان انا التسويق يعني فكره. لو ما عندكيش فكره يبقى ما عندكيش تسويق. قبل بقى سيبك من السوشيال ميديا، سيبك كل حاجه. من زمان تسويق ايه؟ فكره، من ايام اعلانات طارق نور زمان والكلام ده. فكره. فلازم يبقى الفيديو بتاعك ده رائد ما شاء الله عليه. طبعا طبعا يعني كل التحيه ليه طبعا فور شور. فيعني ده مدرسه لوحده، ده لو ذكرناه كلنا هنروح في حته ثانيه طبعا. فطبعا الفكره فين؟ ان انت تطلعي فكره حلوه مناسبه للمنتج بتاعك
طب اطلع فكره ازاي؟ عشان برضو السؤال ده ناس كتير قوي بتحتاس فيه. ايوه ماشي، ما انا مش بعرف اجيب افكار. شوفي فين الوجع عند التارجت اودينس بتوعك. انا ايه الوجع عندي عشان اشتري الشميز ده؟ ما عنديش وجع معين، انا عندي شميزات، فلازم اخلق عندك حته انه موضه، انه ترندي، انه مش عارف ايه. فشوفي فين البين وابداي الفكره من عنده وكبري بقى الموضوع. طيب انت تقصدي بالوجع الاحتياج او الحاجه اللي الناس بتبقى عايزاها جدا، احنا بنقولها يعني في الماركت كده البين بتاع الحكايه. طب العكس ايه اللي ممكن ياثر على مشروعي؟ كومنت سلبي، ريفيو سلبي يعني مثلا، ولا ايه ايه الحاجات اللي ممكن تخلي المشروع بتاعي يقل او عدد المتابعين ليه مش حقيقيه؟ وما بقولش الحقيقه يعني. فكره انه يقول لك الماركتنج ممكن يتعمل فيك، لا بليز ما تحطوش فولورز فيك، ما تطلعوش تتكلموا عن كواليتي في المنتج مش موجوده، لان في الاخر هتتعرف. اتعاملوا لما تحصل خناقه بيني وبين عميله ما اخدش سكرين شوت واعمل خالص فرح. حليها انت، لازم تحليها. بصي هو ساعات الكلاينت بيبقى متعب، انا فور شور يعني، بس انا كمان كصاحب براند انا ده اسم البراند بتاعي. سيبك من المشكله يعني، خليكي اكبر من ان دي مشكله وانا دخلتها بقى ايه شخص لشخص. خالص ده اسم البراند بتاعي، وده جزء الريفيو ده جزء من البراند، فانا لازم احل المشكله مع الكلاينت. في الاستراتيجي، في الماركتنج استراتيجي، احنا بنعمل حاجه اسمها كرايسيس بلان. انا لو حصل اي كرايسيس منها الكومنتس السلبيه والريفيوز السلبيه، لازم اكون عامله لها خطه انا ازاي هحلها اصلا. فدي حته مهمه، لازم تحلي المشكله فور شور مع البراند بتاعك، مع الكلاينت. احنا لسه ما خلصناش كلامنا، لازم تكوني معانا فتره في الفتره القريبه اللي جايه، لانه عايزين نتكلم اكتر واكتر برضو ازاي نعرف نقسم وقتنا ما بين بقى الشغل والبيت. حتى لو انا بشتغل من البيت ونطبق عملي وتاخدي تليفونات من الناس وكده، بس للاسف احنا وقتنا طار جدا جدا بسرعه جدا جدا معاكي. هنتقابل تاني وهنتكلم تاني اكتر واكتر، بس احنا اتبسطنا واستفدنا وخدنا منك معلومات كتير حلوه ومفيده. اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا النهارده، وهنتظرك في اللقاء اللي جاي باذن الله. ميرسي ليكي جدا. وبكده احنا خلاص نكون خلصنا حلقه النهارده، نتقابل بكره في حلقه جديده من حلقه انتي على شاشه اي تي سي. انتظرونا الساعه 5. سلام.